سيارة. فكر في شغلات إنه يعني السيارة فيها الخصائص كتيرة، تمام؟ بس خلينا نفكر في خصائص تسهل علينا إنه إحنا نعمل كونستراكتور، بس عشان إنه إحنا نمارس مع بعض هاي الشغلة. فكيف بدنا نعرف؟ كلاس كار. إيش أتريبيوتس؟ كولر إنيشيالي وايت. شو كمان؟ أو ممكن أحط هنا هذا عبارة عن empty string. type car type max speed zero. horse power zero. خلاص بكفي. ممكن نحط عدد الركاب. شو ليش مش سامع؟ اوبجكت السياره. ايش اوبجكت السيارة يعني؟ نعم، الفورمة تبع الموديل تبع السيارة. اوكي، يعني ممكن يكون عندك الموديل كار موديل، تمام؟ وهنا عندك number of passengers. باي ديفولت لازم يكون واحد على الاقل انه هو السواق، تمام؟ كثير صار شغلات، صح؟ طيب ممكن نيجي احنا هنا نعرف الانت ياخذ سيلف. طبعا ايش راح نعطي له؟ ممكن نعطيه بنفس المسميات عادي، ما تفرقش معي، لأنه يعني بقدر أفرق بيناتهم بالسلف، تمام؟ car type max speed horse power و car model. أو أعتقد إنه فيش داعي لو خلينا نعمل شورت هنا، هذه لازم يكون كوما هنا. وهنا نعتبرها بس هنا ضايل عنا بس الباسنجرز. ساعتها ببدأ بالترتيب self.color تساوي color. هاي الشغلة بالنسبة لكم مفترض تكون مألوفة. هاي الكلر عبارة عن الباراميتر اللي مررناها في دالة الانت الكونستراكتور، والself.color احنا بنقصد فيها البيانات تبعت الكلاس او الفيلد او الاتريبيوت التابعة للكلاس. كمان self.color car type بتساوي car type self dot ايش بعديها؟ max speed بتساوي max speed self dot horsepower بتساوي horse power self dot model بتساوي model self dot passengers بتساوي passengers. هيك خلصنا الكونستراكتور، تمام؟
صحيح، بس احنا اتفقنا هذا الكلام من البداية انه انت عندك في التسميات لما تستدعي الاوبجكت الكار دوت سي ايش بقصد فيها، السلندر والكالر؟ لا، استخدم تسمية meaningful لها معنى، لانه انت بعد شوية هتنزل خلاص. وانت عندك في البيشار بس مجرد تعمل دوت لحاله بيكمل لك في الانت، ضروري جدا، من غيره ما بصيرش initialization. تمام؟ انت مش حاضنه لسه مهدوم؟ طيب الان نعمل دالة تانية. لما نقول له اطبع لي سيارة شو معناته؟ دالة string. بدنا نطبع كل حاجة؟ لا طبعا. هنا نقول له str ونقول له return لايش؟ للون. نعم، لما تيجي تقول له واحد الموديل والكالر. تمام، ممكن نعرف دالة انه مثلا انه نطلب من السيارة انه تزود السرعة، فبالتالي هنا speed up. دالة السبيد اب زود السرعة معناها انه السيلف دوت سبيد. في عندي هنا اتريبيوت مهم انه هنا هذه الماكسيمم سبيد، في هنا عندي السبيد الحاليه تساوي زيرو، حطه هنا سبيد. كيف؟ لانه انت عندك على الاقل السياره لازم يكون فيها راكب واحد السواق، هذول يعني امتي، يعني ممكن انه انت اوكي، يعني انت ممكن تعتبر هذا صفر برضه، بس انه اتليست هذه كلها برضه ديفولت فاليو. تمام، فهنا بدنا نحط كمان انه سيلف دوت سبيد تساوي سبيد، فبالتالي هنا نقول له سيلف دوت سبيد بلس ايكوال 10، زود لي السرعة 10 بهذا الشكل. ممكن نحط طباعة على الشاشة current speed تساوي self dot speed. هكيد ضايل بس انه انت تعرف لي سيارة كار واحد تساوي كار. ايش اول حاجة؟ ايش بدك لونها؟ احمر. ايش بدك موديلها؟ BMW. قديش سرعتها القصوى؟ 300. تمام، السرعة الحالية زيرو. لا العكس، السرعة الحالية زيرو وهنا 300. تمام، كيف؟ صحيح،
ايش في عنا كمان بعد الماكسيموم سبيد؟ الهورس باور قديش؟ 1800 او 1800. ايش كمان بعد الهورس باور عندك؟ الموديل. ايش في عندك فئات في البي ام دبليو؟ شو 2019؟ لا انا بقصد في الموديل اللي هي الفئة تبعتها X6. تمام، ونسينا هنا نحط السنة يفترض، بس اوكي يعني ممكن نحن نعملها. غير هذه كم راكب؟ بتسعة، تسعة اربعة راكب، خمسة، تمام وبس. باسنجر هاي حطيناها خمسة. هجيت برنت لكار واحد. نعم صحيح، لو تخربطت ممكن تعمل شغلة زي هيك. هاي تعمل كار اثنين بتساوي كار، وبتحكي هنا color ايوه بتساوي red. هاي طريقة اسهل. تمام، هاي احنا بدنا نطبعها وبعديها بدنا نطبع او بدنا نعمل كار واحد dot speed up. في عندي هنا شغلتين انا ايش بالترتيب، الكلر كار تايب سبيد ماكس سبيد هورس باور موديل باسنجرز. في عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. اكسبكتد تو بلانك لاينز. كيف؟ هنا في دالة الـ STR لما نقول له يطبع سيارة، ايش بده يطبع لك في السيارة؟ هيطبع لك بس معلومات محددة اللي هي الموديل تبعها واللون. لو ما عملتش زي هيك بروح بطبع لك الأوبجكت زي ما احنا شفناه قبل شوية. تمام يا أستاذ؟ نعم. يبقى هنا اكس 6 ممكن نضيف عليها هنا في دالة الـ STR بنقول هنا type slash t، وهنا بنحطه في الأول self dot car type. هنا لما ترجع تطبع بقول لك BMW اكس 6 لونها احمر. تمام، لما قلت له سبيد اب السرعه الاوليه كانت زيرو وهنا زودها لواحد. تمام يا استاذ؟ صحيح. كيف؟ لو حطيت كل البيانات بتبعهم تمام، بس عشان البيانات كثيره بدك تختار اشي اللي يعني المعلومات الاساسيه يعني بهذا الشكل. تمام، في اي سؤال؟ تمام، يعطيكم العافيه.